أهم حاجة اللي غنقول لكم وثقوا بيا، اللي كيوصل بن سليمان راه يولي فنان عالمي. أخطر مدينة هي مدينة بن سليمان. اليوم انا جد مسرور لان هذا التكريم في المنطقه ديالي في المدينه ديالي اللي هي بن سليمان اللي كنعتز بها، والتكريم كان رفقه فنانين اللي ابناء المنطقه ديالي، فنتمنوا من العلي القدير يعني نزيدوا نتحسنوا نزيدوا نعطيوا الكثير والكثير، ماشي غير الاقليم بن سليمان بل المغرب كامل، لان هذا الميدان الفني فهو مراه المجتمع، كيشوفوا فينا الساكنه ديال الاقليم شي حاجه زوينه، بغينا تبقى هذه النظره جميله نظره رائعه، لان هذا تقليد غدا قدام الله علينا حنا كفنانين، لان الفنان خاصو يقول هذاك الشيء اللي كيحسوا به الناس ديال الجمهور ديالو. فهذا تكريم اللي غيبقى راسه في الذاكره ديالي مع جمعيه الايادي البيضاء مع السي الشتاوي، ونتمناو من العلي القدير يعني نزيدو نتحسنوا، ولا كان فينا شي اخطاء انتم اللي غتصلحونا، انتم اللي متبعينا دائما، انتم اللي السند ديالنا توصلنا لهذا الشيء من بعد رضاة الوالدين. راه كاين الجمهور الكريم، شكرا مره اخرى وتبارك الله عليكم.